قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده عشان تقدر تتابع معانا كل أفلام الرعب. وبيبدأ الفيلم في سنة 1968 في بلد صغيرة اسمها ميل فالي، وبيكون يوم عيد الهالوين والناس كلها بتجهز عشانه. وهنا بنتعرف على ثلاثة صحاب هيسهروا مع بعضهم، دي بيكون اسمها ستيلا، بنت بتحب قصص الرعب والمغامرات جدا، وده بيكون اسمه تشاكي، واضح انه ما كانش بيحب ابدا اعياد الهالوين. وبنتعرف كمان على ديفون اللي مهووس زي ستيلا بقصص الرعب، واخته اسمها روز، وبيقابلوا كلهم بعضهم بالليل وبيتمشوا شوية عشان يستمتعوا بوقتهم وبالاحتفالات اللي حواليهم، لحد لما بيجي تومي واصحابه وبيرخموا على ستيلا واصحابها، فبيقرروا هنا ان هم ينتقموا منهم وبيرموا عليهم كور النار. وبتحاول ستيلا وتشاكي مع ديفون ان هم يهربوا من تومي بسرعة، وبيدخلوا على السينما بتاعت السيارات، وهنا بيتحاولوا يستخبوا من تومي بسرعة وبيركبوا في عربية واحد اسمه ريمون، وده عشان يستخبوا من تومي واصحابه، لكنه بيعرف مكانهم وبيفضل يدق في ستيلا وبيطلب منها ان هي تنزل قبل ما تموت زي امها. وفي الوقت ده ريمون بيدافع عنها وبيخليهم يخرجوا من السينما، وستيلا بتفضل تعيط، واصحابها بيقول لريمون ان امها سابتها ومشيت من وهي صغيره، وعشان كده هي مأثره على نفسيتها، لحد لما بترجع تاني ستيلا وبتعرفهم ان هي هتروح على بيت مسكون اللي في الشارع بتاعهم، وكلهم بيروحوا معاها، وده عشان حابين المغامره. وستيلا بتعرفهم ان البيت ده بيكون بتاع عيله اسمها بيولز، وانها كانت عندها مصنع كبير جدا للورق، وعندهم طفله اسمها ساره، لكنهم كانوا دايما حابسينها وعمرها ما اتصورت معاهم. وبيدخلوا للقصر بتاعها والمكان كله بيكون ضلمة، وهنا ديفون بيفضل يخوف في تشاكي لحد لما بيجري وراه. وستيلا بتحكي لريمون ان الاطفال كانوا بيجي من ورا السور، وده عشان سارة تحكي لهم قصة، والاطفال بعدها بتختفي يا بتموت بطريقة غريبة. وقبل ما الاهالي يوصلوا لسارة عشان ينتقموا منها بتكون خلصت على نفسها، وبتعرف ريمون انك لو طلبت من سارة ان هي تحكي لك قصة هتكون اخر قصة تسمعها. وريمون بيلاقي باب سر في الحيطة وبيدخله عشان يشوفوه، وهنا بيعرفوا ان هي الأوضة اللي كانت دايما سارة محبوسة فيها. وديفون بيستخبى من تشاكي في دولاب قديم كان قدامه وبيلعب معاه شوية، وبيشوف أوضة شكلها نظيف جدا جواها ست عجوزة شكلها مرعب شوية، وكمان بيكون معاها كلب شكله متوحش، لحد لما تشاكي بيفتح عليه الدولاب وبيشوف ان كل حاجة اختفت تاني من قدامه. وبينزل تشاكي تاني على ستيلا وبيطلب منها ان هم يخرجوا من البيت بسرعة، لحد لما ستيلا بتلاقي كتاب شكله قديم جدا وبتعرف انها القصص بتاعت سارة اللي كتبتها. وفجأة الباب بيتقفل عليهم وبيعرفوا ان تومي هو اللي عمل كده، ولما روز صاحبة تومي بتطلب منه ان هو يفتح الباب بينزلها هنا مع اخوها ديفون. وستيلا بتطلب من سارة ان هي تحكي لها قصة هي كمان بصوت واطي، لحد لما بنشوف خيال اسود في الاوضة وماشي على الحيطة، وفجأة الباب بيتفتح لوحده ومش بيلاقي تومي واقف بره، وستيلا بتكون خدت الكتاب بتاع سارة. وريمون بيشوف العربية بتاعته وهي متكسرة وبيعرفوا ان تومي هو اللي عمل كده، وستيلا بتعتذر له عن اللي حصل معاه وبتطلب منه ان هو يبات عندها في البيت لحد تاني يوم. وبينزل ريمون في القبو لحد الصبح، وستيلا بتفضل تقرا في الكتاب بتاع سارة، وبتستغرب ان الحبر لسه ما انشفش على الرغم من ان الكتاب ده عدى عليه حوالي 70 سنة. والقصة بتكون عن تومي وراجل القش اللي بيخاف منه، وفي الوقت ده بيروح تومي عشان يجيب البيض وبيوصله لعمه زي ما امه طلبت منه، وهنا تومي بيحس ان هو خايف من راجل القش وبيحاول يخرج من الحقل بسرعة، لحد لما بيظهر تاني قدامه وتومي بيجري منه لكنه بيضربه بالحديد في ظهره، وهنا بنلاحظ ان تومي مش بيخرج منه دم وبيخرج منه قش لحد لما بيتحول لراجل قش. وتاني يوم بيروح شرطة عشان يحقق مع ريمون لانه اتخانق مع تومي في السينما، وهنا بيعرفوا ان تومي اختفى ومحدش يعرف مكانه. وفي الوقت ده ستيلا بتحكي لاصحابها عن قصة تومي وان الدم اللي كان في اخر قصة لسه ما نشفش من ساعتها، وهنا تشاكي بيعرفها ان هي لازم ترجع الكتاب تاني مكانه. وهنا بتروح ستيلا مع ريمون على الحقل بتاع تومي وبيلاحظوا ان راجل القش عليه الهدوم بتاعته، وبتعرفوا ان القصة حقيقية وتومي حصل له حاجة، لكن طبعا ريمون مش بيقتنع بكلامها وبيمشوا تاني. وبترجع ستيلا تاني على البيت المهجور، وده عشان ترجع الكتاب تاني مكانه، ولما بترجع للبيت بتاعها ابوها بيطلب منها ان هي ما تتأخرش خصوصا بعد اختفاء تومي صاحبهم. وبعد شوية بيوصل ريمون على بيت ستيلا وبيتكلم معاها، لحد لما بتشوفه ان هو بيقرأ في الكتاب بتاع سارة على الرغم من ان هي رجعته،
وبنشوف قصة بتتكتب تاني قدامهم وبتحاول ستيلا ان هي توقف اللي بيحصل لكنها مش بتعرف. وهنا بتقرأ ان تشاكي هيحصل له حاجة وان هو هياكل صباع حد ميت. بتتصل بيه بسرعة بتعرفه اللي قريته في الكتاب وان هو ما ياكلش اي حاجة، لكن بيكون الوقت اتأخر وتشاكي خلص نص الحلة لحد لما بيلاقي في بق صباع واحد ميت وبيخاف جدا. وستيلا بتعرفه ان هو لازم يخرج من البيت بسرعة، لكنه بيدخل للأوضة بتاعته وبيستخبى تحت السرير. وهنا بيشوف الباب بيتفتح قدامه وبيكون قرب يموت من الرعب. ولما بيحاول يخرج من تحت السرير بيشوف كائن مرعب قدامه، وهنا بيفضل يسحب في تشاكي اللي مش بيقدر يقاوم. وبيوصل تاني ريمون مع ستيلا وبيعرفوا ان هم اتأخروا جدا وتشاكي راح منهم. وستيلا بتفضل تلوم في نفسها وبتعرف ريمون ان هي السبب في اللي حصل لانها هي اللي جابت الكتاب وقريته، لحد لما بيوصل تاني ديفون مع اخته روز وبيعرفوا اللي حصل لتشاكي. ولما بيروح عشان يحرقوا الكتاب ويخلصوا منه مش بيحصل له اي حاجة، فبيروح عشان يدوروا على معلومات تخص سارة وعيلتها يمكن يوصلوا لاي حاجة. وبيعرفوا ان عيلة سارة طردت واحدة وبنتها من البيت لانها علمت سارة السحر الاسود. وهنا الغريب في الموضوع ان بعد لما سارة ماتت عيلتها كلها ماتت في خلال سنة واحدة. وهنا بيعرفوا ان كل اسم في عيلة سارة بيكون ليها قصة في الكتاب بتاعها، لحد لما الكتاب بيكتب تاني قصة جديدة والمرة دي بتكون على روز، واللي بتكون رجعت تاني على الحفلة بتاعتها وبتشوف حباية في وشها وعمالة تكبر. والخيال الاسود بيكون وصل لها الحمام وبتخرج عناكب كتير من التعويرة اللي كانت في وشها. وهنا بيوصل ديفون اخوها وبيلحقها قبل ما يحصل لها حاجة. والاسعاف بتوصل عشان تاخد روز، وستيلا بتتأكد ان السارة هي اللي ورا كل اللي بيحصل. وهنا بيعرفوا ان مفيش حل تاني قدامهم الا انهم يوصلوا للست اللي علمت سارة السحر. ولما بيوصلوا ليها بيعرفوا ان هي ماتت وبنتها لسه عايشة لكنها كفيفة. وبتقول لهم ان ستيلا غلطت لما خدت الكتاب بتاع سارة معاها، وان سارة هي اصلا ماتت في المستشفى مش في البيت بتاعها زي الناس ما كانت بتقول. وبتيجي تاني الشغالة وبتطلعهم برا وبتعرفهم ان كده كفاية عليهم. وهنا بتروح ستيلا وديفون مع ريمون على المستشفى اللي قالت عليها الساحرة. ولما بيطلبوا من الممرضة سجل المرضى بتاع المستشفى بتعرفهم ان هما لازم يستنوا 3 اسابيع. وهنا بيتصرفوا وبتدخل ستيلا مع ريمون على الارشيف بتاع المستشفى. وهنا ديفون بيكون خايف ان هو يخش معاهم وبيفضل ماشي لوحده. وهنا ستيلا بتعرف ان سارة كانت بتتعالج في المستشفى وان اهلها هم اللي دخلوها. وهنا بيعرفوا ان الدكتور اللي كان متابع حالتها هو اخوها اللي كان بيستخدم ضدها الكهرباء، وده عشان تعترف ان هي اللي موتت الاطفال، لكنها بتقوله ان المصنع بتاعهم هو السبب لانه كان بيرمي المخلفات بتاعته في المية وهو اللي موت الاطفال مش هي. وبيعرفوا هنا ان سارة كانت مظلومة وان اسرتها هي ورا كل اللي بيحصل، لحد لما فجأة بيسمعوا سارة بتحكي قصة جديدة وفي الكتاب بيشوفوا القصة بتاع الدفن. والخيال بيوصل تاني للمستشفى والانوار كلها بتنور احمر، وبتظهر ست شكلها مرعب جدا لديفون. ولما بيحاول يهرب من اي ممر بيلاقيها قدامه في كل مكان، لحد لما في الاخر بتوصل ليه وبتشده في جسمها ومش بيلاقي اي اثر ليه. وستيلا بتشوف الالم بتاعه على الارض وبتعرف ان هو كمان مات ومش بيلحقوه زي كل مره. وستيلا في الاسم بتكلم ابوها وبتعرفه ان هي عملت مشاكل كتير وبتطلب منه ان هو يسامحها. وهنا بنعرف ان ريمون بيكون هربان من الخدمة العسكرية وعشان كده مش هيخرج من الاسم تاني. وبيعرفهم الشرطي ان هو مش مصدق قصة الكتاب اللي بيقولوا عليه وان هو لازم يحجزهم لحد الصبح. وبعد شوية في قصة بتتكتب تاني لوحدها، والشرطي بيلاحظ ان الحبر لسه جديد، لحد لما بيشوف الكلب بتاعه بيزوم على حاجة مش واقفة قدامه، لحد لما بيتجمع قدامه وحش شكله مخيف جدا وبيخلص على الشرطي بكل سهولة. وهنا بنعرف ان هي قصة ريمون، وبيفضل الوحش يقرب عليه وبيكون عاوز يموته. وستيلا بتاخد المفتاح من الضابط اللي مات ووقع على الارض وبتفتح الزنزانة وبيخرجوا من الاسم بسرعة. وريمون بيطلب من سارة ان هي ترجع الكتاب تاني بسرعة، وهو هيحاول يهرب من الوحش اللي وراه. وبتفضل المطاردة بين ريمون والوحش طول الطريق لحد لما بيخبط في عربية قدامه. وبينزل ريمون من العربية بتاعته وبيهرب، والوحش بيقدر ان هو يحرر نفسه وبيروح تاني وراه. وفي الوقت ده بتوصل ستيلا للبيت بتاع سارة وبتعرفها ان هي عرفت الحقيقة. وهنا البيت بيرجع تاني جديد زي ما كان من 70 سنة، وستيلا بتبقى هي سارة وعيلتها عمالة تدور عليها وده عشان يحبسوها.
وده لأن سارة كانت عاوزة تعرف الناس الحقيقة، لكنهم في الآخر بيعرفوا مكانها وبيحبسوها في القبو بتاعها. وهنا بيظهر شبح سارة تاني قدام ستيلا، وريمون بيكون وصل للبيت وبيفضل الوحش يطارده. وستيلا بتعرف سارة إن هي عرفت الحقيقة وهتحكي للناس على اللي حصل معاها. وستيلا أول لما بتكتب القصة الجديدة بتاعت سارة كل حاجة بتختفي تاني من قدامهم، وستيلا بتقابل ريمون قدامها اللي بيكون لسه عايش. وهنا ستيلا بتنفذ وعدها وبتكتب القصة الحقيقية بتاعت سارة عشان الناس تعرف الحقيقة. وريمون بيروح على الخدمة العسكرية بتاعته، وستيلا بتعرفه ان هي بتحبه، وبترجع تاني عشان تجيب روز من المستشفى، وبيخلص الفيلم لحد هنا. فما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيلم جديد. سلام.